هو انت ما شربتش قهوتك ليه؟ خلي بالك اصلها مسموم. قلقت صح؟ بذمتك ده يعقل؟ بقى عيلة واحدة ومش عيلة واحدة والكلام الفارغ اللي عمالين نلف وندور بيه على بعض من الصبح. لو احنا عيلة واحدة بجد هحط لك سم في القهوة. بلاش نتكلم بقى ونلف وندور كده. خلينا بقى واقعيين. المصالح هي اللي بتتصالح. يا مروان واحنا مصلحتنا واحدة. ده آخر الكلام. لا لسه في حاجة. نقفل على اللي فيه. واللي معاه ورقة قديمة ضد التاني يحرقها. وعشان نرجع تاني نحط ايدينا في ايد بعض لازم تفهم حاجة مهمة قوي. إن أنا هنا مكان محر. والكلمة الأولى والأخيرة هتكون ليا. اوعى تشرب القهوة دي عشان فيها سم. في يا بت؟ اقعد هنا. خلي بالك من ريم يا نادية. كيف يعني؟ ريم عايزة تهد الدنيا باللي فيها وتقلب عليها وطيها. حكمي عجلك. اسمعي من مفيدة الغلبانة اللي محدش بيسمع لها، اللي الدنيا علمتها اللي محدش يتعلمه. قولي عاوزة ايه؟ انت في الاول وفي الاخر بنت عبد السلام، بنت الراجل البلد كلها بتحبه وتعمله الف حساب، وليه مكانة في قلب البيت الكبير. كان يا مفيدة كان. لا ما كانش. انت كريمة تبقى عمتك. روحي اقعدي معاها، خليكي جارة في حضنها. صدقيني هي الباب اللي هيسد عنك الريح. وانت خايفة علي؟ لا انا خايفة على ولدي. مش خايفة على حد. انا هبقى صريحة معاكي. انا عشت طول عمري مرمية في الشارع من بيت لبيت. عمري ما حسيت الحنية ولا عمر حد حسس ان انا بني ادم ولا سمعت كلام حلو من حد. عشان كده لما سمعت كلام حلو من حسن روحت له بقلبي وعقلي وروحي كمان. أصل عمره ما حس الحنية لما يحسها يجري وراها. قلت الدنيا ضحكت لي وباب الهنا اتفتح لي. حسن والد البيت الكبير طبطب على مفيدة. مش طمع والله يا نادية. أنا كنت عاوزة أبقى ست زي بقية الستات. ما كنتش عارف إن الهنا مش للي زيي. ما كنتش عارف إن الستر ليه ناسه. ما كنتش عارف إن البيت الكبير بينجي اللي بيدخلوا. أنا لما عرفت إن البيت الكبير اتحرك فرحت. أيوة فرحت. كان نفسي أشوف كوم تراب من ساعة ما اترميت براه زي الكلاب. لساكي بتحبي حسن يا مفيدة؟ لسه قلبك بيحنله؟ أنا عارفة وحاسة بيكي. مش أنا كان نفسي أقتل مروان؟ كان نفسي أشوفه سايح في دمه. بس كل ما كان عقلي يروح للسكة دي قلبي يقول لي لا، مروان ما هوش عفش. اللي داس عليكي جبرية مش مروان. هتصدقيني يا نادية؟ عارفة مروان ما خدش طاره منك ليه؟ عشان انتي نادية. أيوة انتي لو كنتي واحدة تانية كان دفنك مطرحك. مروان لسه شايفك حاجة منه، لسه شايفك حتة من قلبه ما ينفعش يقطعها. مروان أحسن واحد في العيلة دي واتظلم كيف ما اتظلمتي. انت عاوزة ايه دلوقتي؟ عاوزة أقولك إن بيت محرم ده مش هو اللي هيحميكي. حيطانه نار وريم مش هتسكت إلا لما تحطك تحت رجليها. امشي من هنا يا نادية. وانت هنا في أمان؟ أنا لو ليا أهل ولا بيت كنت اترميت في حضنهم. لو ليا عشة على الترعة كنت اترميت معاهم واتسندت بيهم. امشي من هنا يا نادي. أنا قلت اللي عندي. امسك امسك. أنا لو فكرت زيك كده يبقى لازم أخلص من فتحي دلوقتي. فتحي حاجة ومحروس حاجة تانية. لا التنين أسخن من بعض. لا يا شمس. لا بقول لك إيه، ده ناكر للجميل
والتاني زي القطط بياكل وينكر. انا كنت هعنس يا شمس. عنس؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ تفه من خشمك، ده انت قمر بدر منور ده. شمس اسمعي اللي انا هقوله ده، حطي حلقه في ودنك، ما تكدبيش على نفسك، ما تحطيش حالك في مكانه مش مكانتك ابدا. انا كلام الناس خلاني الف وادور حوالين نفسي، كنت عايزه اقول ان انا ما عنستش وان العرسان لسه بتيجي لحد بابي وانا اللي بقول لها. قبلت بمحروس عشان كنت فاكره انه الفرصه الاخيره، لكن لا، ده مش صح. لا احنا صح، انت فتحتي المحروس باب وهو قفله، وانا فتحت 100 باب لفتحي وهو قفله. فتحي اتجوزك واشتغل معانا، كان واحد من العيله اللي خلى فتحي يتمرد. انت يا شمس، انت اللي حسستيه انه قليل. يا حبيبتي، الراجل يحب يشوف نفسه كبير في عين مرته، وساعتها هيشيلها فوق دماغه. طب ما هو محروس زي فتحي والطينه من العجينه. لا، محروس غير كل الناس. اقول لك انا غلطانه اني بتكلم معاكي. ما تهدي شويه يا عمتي وروقي، مروان لما يجي هيعمل لك اللي انت عاوزاه. انت عارفه انا هموت واعرف كريمه وجبريه بيعملوا ايه، قافلين عليهم الباب من ساعه ما جم ليه؟ اكيد بيخططوا الحاجة. خافي على نفسك يا فوزيه، خافي.